شكرا ليك زميلي ابراهيم عبد الجواد مع فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي، واكيد نبارك له طبعا على التاهل للمباراه النهائيه. مبروك طبعا يا فرجاني، جيم كان جميل النهارده، يعني عم تستمتعنا بالكره من فريق التونسي والمنتخب المصري. شفت ازاي المباراه؟ مبروك التاهل. ان شاء الله يبارك فيك، هارد لك المنتخب المصري والشعب المصري. مباراه كانت كبيره من المنتخبين، ممكن احنا كنا افضل منهم الشوط الاول، جبنا فرص اكثر، سيطرنا اكثر على الشوط الاول، لكن الشوط الثاني كان في رده فعل كانت من المنتخب المصري خاصه اول 20 دقيقه. لكن هذه هي المباراه، يعني تقريبا منتخبين يحاولوا يهاجموا في نفس الوقت متحفظين. انصفتنا الكره بهدف في اخر لحظه، هدف قاتل الحمد لله. حبيبي عفش هارد لك. الحمد لله الكرة انصفتنا في اخر لحظة، سجلنا هدف. هذه كرة القدم. منتخب تونسي متواجد في النهائي، فرحنا الشعب التونسي والجمعية التونسية كانت حاضرة. الحمد لله ان شاء الله نكملوا للنهائي ونركز، وان شاء الله يا رب يكرمنا ونتوج بالبطولة هذه. الضغط اللي في الشوط الثاني من المنتخب المصري، هل تراجع نسبي من المنتخب التونسي، ولا شايف بعض التغييرات او بعض الامور حدثت للمنتخب التونسي تراجعت نسبي؟ شوف، اول شيء ضغطنا الشوط الاول اكيد، بعد ما اي في طاقه كثير ضغطنا كثير على فوق وضيعنا فرص اكيد. اول شوط الثاني حاولنا، عارفين ما راح تكون رده فعل المنتخب المصري، حاولنا نرجع ونرجع نسترجع انفسنا شويه، وكنا متصورين ان المنتخب المصري راح يضغط اول الشوط الثاني. هذاك اللي صار، الفتره كانت صعبه، حاولنا ما نستقبلش فيها اهداف، وبعدها رجعنا، يعني تقريبا كان نص نص الشوط الثاني. لكن هذيك الكره انصفتنا في اخر لحظه في هدف على انتظار او اكسترا تايم. والله صراحه كنا متوقعين في اكسترا تايم، لكن الحمد لله ارتحنا من الاكس. ها، لكن هذه هيك الكوره، يعني عمر سولية يعني صراحه لاعب كبير وقدم دوره ممتازه وقاد فريق، لكن هذه كره قدم. هو حاول يطلع كوره لكن جت في الجول، يعني ما نقص منه ولا شيء. هذه هي كره قدم، ولكن اكيد الشعب، شوف الشعب التونسي يفهم كوره، وجماهير الشعب المصري وجماهير المصرية تفهم كرة وتعرف كرة، يعني أكيد هذه كرة أو غلطة عادية يعني، فهم. المهم هارد لك مرة ثانية، وإن شاء الله منتخب تونسي يتوج بالبطولة هذه. شكرا فرجاني. شكرا لك. إذن إبراهيم، بلقائنا مع فرجاني ساسي تتحول الكلمة.